عن الفساد الحكومي في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة وتجديد إطلاق الوعود المتكررة بمحاربة الفساد ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مرحبا بكم. يعني كما تعرفون ملفات الفساد هو أحد الملفات المتكررة على جدول أعمال كل الحكومات المتعاقبة للعراق خاصة بعد عام 2003، ولكن لماذا يتكرر هذا البند في برامج الحكومات؟ حياك الله اخي العزيز وحيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. حقيقه هذا التكرار لهذا الملف الذي تعودنا على اثارته وسرعان ما يمضي ادراج الرياح ما هو الا محاكاه الى الرغبه العامه الشعبيه المطالبه بمتابعه الفاسدين واظهار نوع من الحزم بهذا الاتجاه. فالواقع العملي يشير الى ان الجميع دون استثناء فاسد، وأن كثير من العمليات الإجراءات الشكلية أعلنت عنها إعلانات فقط، ولكن لم تصل أي محاولة إلى متابعة حقيقية للفاسدين، وبالتالي هذه محاكاة لكي يضروا الرماد في العيون أو يتماشون مع مطالبات الشعب، ولكن لا إجراء حقيقي في الموضوع نهائيا. دكتور قحطان، ألا ترى أن موضوع تكرار بند محاربة الفساد هو قدح من الحكومة الجديدة لمن سبقتها؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم نرى محاسبة للفاسدين من الحكومات السابقة؟ ولن يحاسب أحد نهائيا طالما هناك الترتيب فيما بينهم والفساد سيدهم، بالتالي الجميع يمتلك ملفات على الطرف الآخر. قد يسقط في العملية الشخوص الثانويين أو البيادق الصغيرة، ولكن البيادق الكبيرة لن ينالها شيء من العقاب والمساءلة. نعم. حقيقة الأمر نحن لا نعطي اهتمام كبير لهذه المسائل، وإن كانت هي على حساب المواطن العراقي ومعاناة المواطن العراقي، ولكن الأمر بيد الفاسدين، وبالتالي هؤلاء الفاسدون لن يقدموا شيء ولن يحاسبوا. وهذه الحكومة حكومة كاظمي ما هي إلا نتاج لحكومات فاسدة سابقة، والوزراء هم ذات الوزراء وذات المنبع، وبالتالي الكل يحاسب الكل، ويقول مثل الشعبي ما شفناهم يبوقون، شفناهم يتقاسمون. طيب دكتور، فهذه المسألة ليس ولكن دكتور الموضوع. هناك حديث عن أن محمد الشاع السوداني وعد بمحاسبة مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي، هل نفهم من ذلك أنها عملية تصفية حسابات لا أكثر؟ بالتأكيد تصفية حسابات لسبب أساسي. أولا الفساد ركب الجانب العراقي الرسمي منذ 2003 لحد الآن، وحنان فتلاوي قالت كعكة وقسمناها، والجبوري مشعان قال نحن جميعنا فاسدون، والمالكي قال نحن لا نصلح إلى عملين أسئلة، وبالتالي الكل إذا فاز. ولكن الآن الذي يحصل هي عملية محاسبة أو تصفية حسابات بين مجموعة كاظمي ومجموعة حزب الدعوة اللي يمثله بالسوداني. أنا أقول للسوداني ولغيره نتمنى أن يكون هناك مساءلة حقيقية للفاسد، ولكن كيف نتوقع من الفاسد أن يتابع الفساد؟ مسألة لا ترى مثل ما يقول مثل الشعبي. إذا كانت تصفية حسابات، فهل ترى كما يرى البعض أن المالكي صاحب النفوذ وصاحب نفوذ على محمد الشاع السوداني هو من يصفي حساباته مع زعيم التيار الصدري في شخص الكاظمي، تعتقد ذلك؟ هل هذا صحيح؟ كنت أنا أتيك بهذا التصور. نعم، الصراع الحقيقي هو ما بين مجموعة حزب الدعوة يتمثل بشخص مالكي الذي هو أساسا الفاسد الأول في العراق بالتأكيد، ويملك الملفات على الجميع، وهو قالها بالتلفزيون بصورة صريحة أمام الملأ، قال إن لي ملف عليك يا فلان سأظهره عندما أحتاج إظهاره. بالمقابل الصدري يدعي على أنه ركب موجة الإصلاح، وبالتالي الصراع يكمن في طبيعة الفساد الذي استشرى بين الطرفين. أتوقع أن هذا الملف أو هذا السلاح سيأتي بالوبال وبالهزيمة لكل القوى بما فيهم المالكي قبل غيره. لماذا؟ لأن الحكومات المتعاقبة السابقة جميعها تابعة للمالكي، سواء هو شخصا أو عبادي أو سواء، كلهم حزب الدعوة وميد إن
مالكي. نعم. هو بالتالي نعم. الفساد عندما يخرج أوراقه يكون المالكي هو أول الساقطين بالفساد. دكتور، لو فتحنا نافذة الشأن السياسي وأنت تحدثت عن الصراع بالحديث عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى أي مدى ترى أن الصدر لا زال له نفوذ رغم وقوفه وحيدا في الفترة الأخيرة؟ أنا دائما أقول أن الصدر يملك أكبر قاعدة جماهيرية، إن كانت القاعدة مبنية على أسس سليمة أو غير سليمة، ولكن المشكلة تكمن أنه على ما يبدو من خلال ما شاهدنا كمتابعين استراتيجيين أنه لا يعرف ماذا يفعل غدا، أو بالأدق لا يعرف الخطوة التالية للقرار الذي يتخذه، ولعل موضوع الانسحاب ثم المطالبة بإنهاء البرلمان وإعادة الانتخابات دليل على ذلك. إذا أنا أقول نعم، لديه القدرة على أن يكون فاعل انطلاقا من الشعبية التي يملكها والجماهير الواسعة، ولكن المشكلة تكمن أي؟ نعم. تكمن أي متى يقدر الصدر أن يمسك الأمور بصحيح الأمور وأن يهدف إلى هدف واضح يكون الذي حوله سند له. أما أن تكون هكذا قراراته دون مفاجأة، لأن نقول كذلك وليس بشكل ترتيبي واضح، يكون الجهد يذهب سدى. وبالتالي أعتقد أن الصراع ما بين المالكي وبين الصدر قد يكسبه المالكي قانونيا ومكتبيا. نعم. رسميا. لأن المالكي يملك حنكة أكثر ودهاء أكثر، ولكن الصدر قد يلجأ الصدر إلى قوة الشارع لكي يفرض حالة أخرى. طيب دكتور، في ظل هذا الصراع وتصفية الحسابات، كيف يؤثر هذا الصراع ومن ثم الفساد على واقع العراق خاصة بالشق السياسي والاقتصادي؟ بالتأكيد يؤثر سلبيا، وذلك لأن الجهد الحقيقي هو ليس لإظهار الفساد ومحاربة الفساد وإنهاء الفساد بقدر ما هو عملية تسقيط سياسي، وبالتالي التسقيط السياسي هذا يجعل الفاسد الذي يملك حجة أكبر يتسيطر على الأمور أكثر، وبالتالي لا يخدم الشعب. حالة ثانية، المشكلة تكمن أين؟ الأموال عندما أعلن عن تسربها وسرقتها، من سيأتي بهذه الأموال؟ هل تذهب سدى؟ هل سيتم محاسبة الفاسد ويجبر على إعادة المال؟ أنا لبعض المعلومات تقول إن ما استرد من أموال هي فتات صغيرة جدا مما سرق، وما زال السراق مهمنين على الساحة. إذن المسألة يبقى العراق يعاني من الفساد، ويبقى المواطن يعاني من شغف العيش ومن ضيم أثر ضيم. تعتقد دكتور أن مقتدى الصدر سيعاود في أمر خروج مناصريه إلى الشارع مرة أخرى، خاصة يعني قبل تشكيل الحكومة، تعتقد ذلك؟ نعم، أعتقد ذلك كثيرا. ولعلنا نتساءل عندما قصفت بغداد ومنطقة الغبراء بتسع صواريخ ليلة تسمية رئيس الجمهورية، نقول من أطلق الصواريخ؟ نعم. لم يكن من المنطق أن يطلقها الفصائل الموالية إلى إيران والموالية إلى المالكي نهائيا. إذن المناوئ لهم هو الذي أطلقها، وبالتالي نعم نعتقد أن الصدر له جولة أخرى عبر الشارع وعبر القوة، وهذا طبعا ما نتوقعه ونخشاه في نفس الوقت، لأنه سوف يكلف العراق كثيرا. عبر سكاي من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.